نساء مكافحات، عاصرنا الأزمات وتغلبنا على الاحتياجات. أقل ما يمكن تقديمه لهن هو دعم مشوارهن من خلال تكريم أقامه برنامج الأغذية العالمي في الأردن في احتفالية ضمت عددا من النساء العاملات. سلط البرنامج الأضواء على إنجازات نساء أردنيات وسوريات استفدنا من برنامج التدريب المهني الذي توفره لهم. أنا هلا حاليا بوحدة الفتاة والمرأة اليو إن وومن، وكثير استفدت إنه صار فوت علي دخل جديد مشان أولادي بعد ما كنت يائسة. يعني أول فوتي على المخيم كانت كثير صعبة. ويعمل برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تشجيع النساء للحصول على التدريب المدفوع بالكامل والمستمر لثلاثة أشهر، ما يعطيهن الفرصة للوقوف على أقدامهن في سوق العمل المحلي. ومن الفئات التي يقدمها البرنامج حاليا التدريب في تخصصات عدة، منها مجالات الطهو والحرف اليدوية إضافة إلى الحدادة والنجارة. وأكدت مجموعة من الحاضرات أنه بدون الدعم المادي الذي يقدمه البرنامج لما كان في استطاعتهن المشاركة في البرنامج التدريبي. بعد التدريب العملي بصير عندهم المهنة والمعرفة لكي يجدوا مصدر رزق ويجدون عمل لكي يعملوا في الأردن. قدم هذا البرنامج للمشاركات فيه فرصة لإعادة الأمل إلى حياتهن والبدء في بنائها ونسيان ما عانينه من ويلات الحرب والنزاعات. روان حمزة، العربية.